اسكت اليوم باش نعاود نطمئن عليكم. بارك الله فيك. ولا نكتشف بان مازال ما وصلتكم للمعلومه. زيدنا الله ينصرو. الله ينصرو. العيالات داك الشيء مع الوزاره. سمحينا على وبقى التوجيهات ديالو وطيوسع المغاربه هذيكم سيدنا هذا البلاغ اللي خرج البارح بان جميع المتضررين اشنا هما هاد المتضررين الناس اللي راب فيهم دارهم كلها ولا اللي راب فيهم جزئيا واللي نسب دراسات الخبراء غادي يقولوا لنا مهتدى بالانهيار ما يقدرش باقي يدخل ليها مولاها ماشي شي واحد فيه شي شقيقه صغيره ويجي ويقول لك انا مستفيد لا المستفيد هو اللي مهتد ياك وهذا الشيء غادي نهضوا مع السلطات ياك باش يخرجوا مكاتب الدراسات راه خدامين حاليا راه عندكم فوق 50 لجنه اليوم خدامه في المدينه القديمه غتحسي هذه المنازل هاد الناس المتضررين غادي تعطاهم 3 مليون في السنه عام 3 مليون اي 50000 ريال 2500 درهم للشهر شهريا غادي توصلهم كل اسره 2500 درهم يكريو بها باش ما يبقاوش في هذه الظروف سيدنا الله ينصرو ما راضيش على هذه الظروف ولكن تيطلب منكم كلنا الصبر في هذه الوقيته التضامن والتلاحم واليد في اليد لان حنا تتبان لنا دابا هي المدينه ديالنا ولكن راه مضروبه الحوض مضروبه الشوشاوه والزيزات الظلال راه الناس باقي الاموات ديالنا باقي تيتذكروا ولو احتراما لهذه الاموات خصنا نصبروا يبقى هذا التلاحم بيناتنا وهذا التضامن اللي شفناه من طنجه للقويره سيدنا كذلك قرر باش اللي راب فيه دارو كليا غادي تعطيه واحد الدعم ديال 14 مليون سنتيم 140 الف درهم هاد 140 الف درهم غادي يمشي عاود يبني دارو غادي عاود يبني دارو وحنا ما حدو غادي تبني وحنا تنعطيو الفلوس تنوصلو معاه 14 مليون سنتيم اللي ما لابسيش دارو ولكن مضروب وثبت المكتب ديال الخبره والدراسات بان الدار مهدده المهيار غادي تعطيه 8 مليون باش يصلح دارو هي لا لا حرمة حتى هي غادي نمشيو هذا الشيء اللي قلت لكم ديال 50000 ريال في الشهر راه ان شاء الله ابتداء من هذا الشهر غادا تشوفوا جزء كبير في الحكومه راه هما جالسين دابا تيشوفوا الامكانيات تيشوفوا كيف بغينا نوصلوا لكم هذه الامكانيات راه هذه خدمه حقيقيه ماشي نكونوا على يقين بان الجميع مجند ولكن بالنسبة للتوجيهات ديال سيدنا الله التوجيهات ديال سيدنا الله يحفظنا الله يحفظنا الله يحفظنا الله نتصنتوا لبعضياتنا وندموا ريوسنا، إله إلا جاو هضروا 10 دقائق ما يمكن ليش. ما فيهم ما عندي لا ميكرو ولا والو، واحد بواحد، اللي بغى يسول شي حاجة. السؤال اللي غيجيني بزاف، السؤال اللي غيجيني بزاف. واش قولي هي راه عندها. أنا عاد قلت لكم ندموا راسنا ما تفهمش السؤال. اللي راهنين واللي كاريين. واللي ساكنين في ديورهم توجيهات سيدنا كانت واضحة حتى هما يستافدوا بنفس الشروط شنو هما هاد الشروط أولا السلطة خاصها تثبت لنا بأن هذوك الناس كانوا ساكنين ليها إلا ما كانت شهادة السكنة ما تكونش الاستفادة ثانية هو هذاك مكتب الدراسات والخبرة اللي يشتغلوا دابا يقولوا لك هاد الدار راه بدري إما رد إما بدري الناس اللي راهنين تا هما غادي يستافدوا بنفس المساله ولكن
هادشي لان ما يمكنليناش نمشيو مع كلشي بهاد الشيء بهاد الطريقه. هادشي غيكونوا لي قواعدو وقواعدو وغتصرفي ليه وزاره الداخليه وزاره الاسكان واحد المجموعه ديال القطاعات غادي يشتغلوا يد في يد باش نحاولوا نجاوبوا معاكم في اقرب وقت. هذا راه نعاود نقولها لكم انا انا العمده ديالكم ولكن ماشي مهندسه محاميه. مالي الخبره هما اللي غيقولوا لنا المنطق باش مشينا هو الظالم هدنا مانيها. عاوتاني الواحد يتعاون لان حنا راه اليوم حاليين في التقديرات ديالنا هما 50,000 دار اللي راب دابا كل واحد يشوف راسو راه 50,000 دار اللي كنقدروها راه. وهادشي هادشي ما عمرو وقع في بلادنا. الله يرحم اموات الله يرحم اموات الحسينه وقاع علينا الزلزال في الحسينه الزلزال وقاع علينا الزلزال في الاكادير ولكن بهذه الطريقه ما عمرنا عشناه. فلذلك انا كنطلب منكم باش تعاونوني انا باش هذا الشيء اللي قلت لكم امانه جات مع سيدنا الله ينصرو الله ينصرو الله يجازيكم بخير. هذا الشيء اللي ايوا تسمطوا الله يجازيكم بخير. هذا الشيء اللي قلت لكم امانه جات مع سيدنا الله ينصرو الله يجازيكم بخير.